ذكرت المرحلة التي يجب على البنت أن تتحجب فيها. الحقيقة دي سؤال أراه سؤالا مهما جدا، وسأوجه فيه توجيها شرعيا إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن يا أهل الإيمان أمة إسلامية، الحياء هذا خلق كريم دعا إليه الإسلام. يكفي أن نعرف الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل يعظ أخاه في الحياء، فأراد رجل أن ينهاه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية: إن الحياء خير كله. حقيقة لما ننظر إلى هذه الكلمات، الحياء خير، ويجب على البنت أن تتربى على الحياء، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. مسألة مهمة جدا إن إحنا نعلم البنين والبنات منذ نعومة أظفارهم الآداب والأخلاق والتعاليم الإسلامية التي جاءت في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن البنت تتحجب منذ أن تبدأ تميز وتعرف وتخرج من البيت، عندها 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات نبدأ نعتني بها، فلا تلبس مثلا لباسا فاضحا أو قصيرا أو عريانا. نحن نشاهد أحيانا بعض الأطفال 6 سنوات 7 سنوات تخرج عارية اليدين بالكلية وربما أكثر من ذلك. هذه مسألة لا تليق، هذا فتنة، هذه تربية في الحقيقة على المنكر. فالبنت تتربى وتنشأ وتتعود على هذه الثياب الفاضحة، ولكن نحن أمرنا من خلال ديننا بالعفاف بالستر بالوقار، وهذا أمر يدعم الحياء. يعني وإن كانت ليس هناك تكليف على الفتاة في هذا السن، ولكنها تنشأ على هذا الأمر وتتربى عليه منذ أن تترك لتخرج من بيتها. أيها الإخوة، نحن نسمع حكايات مزعجة أحيانا تقع في المجتمع نتيجة الفساد والانحلال الخلقي الذي يوجد بين طبقات المجتمع وبين بعض أفراد المجتمع، فلما نحن ندعم ذلك وندع الفرصة لمن في قلبه مرض أن يستغل هذه الفرص لكي يقع في منكر أو أن يدفع إلى فعل منكر؟ فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة.